نشرة مفصلة من أخبار الام تي في، أهلا بكم. أهلا بكم. الاضطراب الأمني المفتعل والمتنقل يشكل خطرا داهما على الانتخابات النيابية، وعدم التوافق على قانون انتخاب منصف يرضي الجميع يؤثر على الاستقرار السياسي فيصبح الأمن في خطر. المعادلة يتبناها قائد الجيش الذي يعرف أكثر من كل الطباخين من الساسة أن ضابط الأمن في لبنان هو التوافق السياسي لا البندقية، ولا ضابط الأمن حامل البندقية. هذه المعادلة يتبناها سفراء الدول الكبرى وموفدوها وكل العقلاء، فمتى يأتي دور القيمين على مقدرات البلاد؟ سباق محموم بين الإجابة المتعذرة عن هذا السؤال وبين لعبة القط والفأر التي يمارسها المتلاعبون بالأمن ومن وراءهم، من طرابلس إلى صيدا فالبقاع. في هذه الأجواء الملبدة حلت الذكرى الثامنة لحركة 14 من أذار، التي ورغم الوهن الذي أصابها بدت بمبادئها حاجة بل دواء لكل أمراض الوطن. البداية اليوم من عظمة الحدث الكنسي في الفاتيكان، ومن هناك تنضم إلينا الزميلة دنيز رحمي فخري، وتحديدا من ساحة القديس بطرس لتنقل لنا الصورة. دنيز تفضلي. نعم روبير، الحدث لا يزال في الفاتيكان حيث آلاف الصحفيين لا يزالون في هذه الساحة يغطون الحدث، بعدما كانت الساحة تعج بالأمس بالمواطنين الذين هتفوا لحياة البابا الجديد. الارتياح ترك ارتياح طبعا ومفاجأة لدى المواطنين الإيطاليين هنا وكل الناس والسياح الذين التقينا بهم، انتخاب بابا جديد، وقد ترك ارتياح لسيما لجهة الصفة، صفة التجرد التي يتمتع بها البابا، وهي الصفة الأكثر التي أكثر تميز، يعني الصفة التي تميزه أكثر وهي صفة التجرد، وقد ترجم هذه الصفة بالفعل لا بالقول بحسب ما علمنا، وقد خرق البروتوكول عندما رفض أن يضع المعطف الأحمر الذي يوضع عادة لكل الباباوات، رفض واكتفى بوضع البطرشيل واحتفظ بصليبه المصنوع من حديد ووضعه، ولم يضع البابا الصليب المذهب الذي يضعه عادة كل الباباوات. أيضا طبعا لم تتضح بعد مواقف قداسة البابا من العناوين المعلنة السياسية وغيرها من الفضائح التي شهدتها الكنيسة مؤخرا في التاريخ المعاصر، إلا أن الموقف الوحيد الذي خرج عن قداسة البابا للموقع العبري هنا في الفاتيكان أكد فيه، هنا في روما، أكد فيه على المساهمة في تقدم العلاقات بين اليهود والكاثوليك. في السياسة الخارجية أيضا لم تتضح بعد مواقف البابا الجديد، لكن من المهم أن نقول أن بين البابا والموارنة في لبنان علاقة مميزة، وهو تربطه مع المطران في بوينس آيرس، مطران الموارنة، علاقة جيدة جدا، ويتردد دائما إلى الكنيسة المارونية كما علمنا، وهو متعبد للقديس اللبناني مار شربل، ويضع في مكتبه الخاص صورة للقديس شربل. أيضا أود أن أشير إلى أن اليوم الأول لقداسة البابا قد أمضاه، بدأه في الصلاة في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري، ثم ترأس قداسا إلهيا مع الكارديلا. نعم. الكلمة كانت اختصرت على الروحانيات، ومن المتوقع أن يلتقي هذا المساء، هذا ما سمعناه، من المتوقع أن يلتقي هذا المساء بنديكتوس، البابا بنديكتوس 16، ويزوره في المقر الصيفي للباباوات طبعا بعيدا عن الإعلام. نبقى الآن إذن مع الكلمة التي ألقاها قداسة البابا. أود أن أشير في ختام أيضا قبل أن نبقى مع كلمة البابا، أنه علمت أن المهنئين لقداسة البابا ومن أولهم من لبنان سيحضر بحسب ما علمت السبت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد يشارك طبعا في حفل التنصيب الذي قرر أن يكون يوم الثلاثاء لتزامنه مع عيد القديس يوسف، وهو عيد وطني في دولة الفاتيكان وتقفل كل الدوائر الرسمية في الفاتيكان. إذا نبقى الآن مع ما قاله قداسة البابا في القداس، في أول قداس له ترأسه في الفاتيكان.
نحن في مسيرة دائمة بحضور الرب يسوع وعلى ضوء أنواره لنبني الكنيسة معا. لا يمكننا أن نبني الكنيسة في مسيرتنا إلا عندما نعلن إيماننا بالمسيح ابن الله الحي كما فعل القديس بطرس. بين البابا الجديد واللبنانيين علاقة وطيدة عبر الجالية اللبنانية في الأرجنتين. تقرير نخلاء ضيمي. خرج من آخر أصقاع الأرض ليدخل التاريخ. إنه البابا فرانسيس الأول الذي أبعدته المسافات عن لبنان، لكن هذا البلد الصغير تبين أنه متجذر في وجدان هذا الرجل الكبير الذي لطالما تواصل مع الجالية اللبنانية في وطنه الأم الأرجنتين. يتعبد بشكل خاص للقديس شربل، وهذا مطبوع بحياته، كون اللي بيعرف كيف كان عايش، كان عايش إلى حد بعيد كأسقف ناسك. النقطة الثانية المهمة اللي أنا بعتقد بتساهم بتفهمه للوضع طبعا مسيحيين المشرق وتحديدا اللبنانيين، هو جاي من بيئة بتشبههم إلى حد بعيد. أسلوب جديد سيعتمده البابا الجديد نظرا إلى شخصيته الفريدة، ويتوافق الجميع على أن مقاربته للأمور لن تكون تقليدية، لا سيما اتجاه الشرق الأوسط، مع وجود تفهم ووعي لديه لأهمية الحوار بين الأديان. من دون شك أن لبنان يلعب ويحتل في ضمير الكنيسة الجامعة وحكما في ضمير قداسة البابا مكانة خاصة نسبة لدعوته ورسالته بهالمنطقة وعلى المستوى العالمي. من هون أنا بقول وبأكد أنه لبنان ومسيحيي المشرق، وبخاصة في سياق الحراك العربي اللي عم يصير بالوقت الحاضر وما يحكى عن تغيير على مستوى العالم العربي، سيكون موضع اهتمام مباشر من قداسة البابا. ومن هنا وبما أن لبنان يشكل الملعب الأساس الذي تراهن عليه الكنيسة في بناء ثقافة الحوار، يتوقع المراقبون أن تكون حصته لدى البابا فرانسيس الأول كبيرة، قد تتكلل بزيارة لاستنهاض الدور المسيحي في الشرق. في الذكرى الثامنة للرابع عشر من أذار، تكريم لشهداء ثورة الأرز. الذكرى الثامنة للرابع عشر من أذار كانت مناسبة لاستذكار شهداء ثورة الأرز بدءا من ساحة الشهداء، حيث اجتمع قادة من 14 أذار وأهالي الشهداء لوضع أكاليل الزهر على أضرحة الشهيدين الرئيس رفيق الحريري واللواء وسام الحسن وسائر الشهداء. ونتمنى أن تتحقق أمنية اللبنانيين بداية بأن يكون لهم انتخابات، لأن هذه الوكالة التي أعطاها اللبنانيون للنواب تنتهي في 20 حزيران القادم، وبالتالي اللبنانيون يرغبون بأن تجري انتخابات، وأن تجري انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأي اللبنانيين. وفي بكفية إكليل من الورد على ضريح الوزير الشهيد بيير الجميل، وتأكيد على استمرار 14 أذار وبقائها حركة سيادة وشهادة وليس حركة سياسة. وللشهيد أنطوان غانم تكريم مماثل في حضور عائلته الصغيرة ورفاق الدرب. المشهد نفسه تكرر عند مدافن مرمطر في الأشرفية، حيث وضع وفد من 14 أذار أكاليل الزهر للشهيدين جبران تويني وسمير قصير، كما كان تكريم للشهيد باسل فليحان في مدافن الإنجليين، وآخر للشهيد جورج حاوي بحضور الرفاق والأهل. وفي مدافن الشهداء في بيروت وضعت أكاليل الزهر على ضريح الشهيد وليد عيدو ونجله خالد بحضور أهل الفقيد وشخصيات سياسية. أما في الشمال فالحزن هو منذ سنوات لدى أهل الشهيد وسام عيد الذين واكبوا وفد قوى 14 آذار عند ضريحه. أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أن الشعب اللبناني يستمر في مواجهة التحديات، داعيا كل الأطراف بمناسبة ذكرى ثورة 14 من آذار إلى رفض العنف وحل مشاكل قانون الانتخاب سلميا، مشددا على إجراء الانتخابات في موعدها. في الخاص، ثورة الأرز محطة للشهادة في تاريخ اغتيالات المدوية بقي معظمها بلا عقاب. تقرير لجوني تانيوس. أربعة عشر أذار 2005 تاريخ الثورة من أجل الحرية.
ثورة وحرية تعمدتا بدم الاغتيالات التي طبعت كل مراحل تاريخ وطن التوترات والعواصف، وبلغ عددها منذ الاستقلال وحتى اليوم 103 اغتيالات، أكثر من 90% منها ظل فاعلها مجهولا. في خانة رجال السياسة يندرج 52 اسما تم اغتيالهم، بينهم رئيس الجمهورية بشير الجميل الذي تبين أن حبيب الشرتوني من الحزب السوري القومي الاجتماعي نفذ عملية اغتياله وهو حاليا حر طليق بعد سنوات من السجن، والرئيس رني معوض الذي لم يصل التحقيق في قضيته إلى نتيجة وأصلا لم يكن هناك من ملف للتحقيق، إلى جانب ثلاثة رؤساء حكومة هم رياض الصلح الذي اغتاله الحزب السوري القومي الاجتماعي في الأردن، ورشيد كرامي داخل المروحية، ورفيق الحريري الذي اتهمت المحكمة الدولية عناصر من حزب الله بالمشاركة في اغتياله وهم لم يسلموا للعدالة بعد. 14 أذار 2005 محطة جديدة للشهادة وانطلاقة الاستقلال الثاني، فمع رفيق الحريري اغتيل باسل فليحان وأكملت يد الإجرام بحقدها لتطالب من سمير أصير وجورج حاوي وجبران لتويني في 2005 وبيير الجميل في 2006 ووليد عيدو وأنطوان غانم عام 2007، والفاعل مجهول معلوم. وأكثر 4 اغتيالات مدوية طالت أمنيين وعسكريين، أهمها اللواء فرانسوا الحاج والرائد وسام عيد، وأخيرا اللواء وسام الحسن قبل أقل من عام. أيضا التحقيقات لم تتوصل إلى نتائج واضحة رغم الدلالات السياسية النافرة. وقبل كل هذه الأسماء والتواريخ، لائحة طويلة من الاغتيالات من ضمنها معروف سعد عام 1975 وكمال جنبلاط عام 1976، واتهمت الاستخبارات السورية باغتياله من دون نتيجة عملية، وتوني فرنجية في 1978 واتهمت القوات اللبنانية بالتورط في العملية. وإلى جانب هذه الشخصيات تبرز أسماء 17 رجل دين اغتيلوا غالبيتهم خلال الحرب، أبرزهم مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد عام 1989. وهكذا انتقل اللبنانيون من جريمة إلى أخرى، وكل واحدة تنسيهم هول التي سبقتها وتنسي المعنيين مسؤوليتهم في كشف الفاعلين ومعاقبتهم. وكل التحدي أن يقول القضاء كلمة قاطعة كحد السيف وأن تصير الدولة فعلا دولة. العماد جان قهوجي أكد تصدي لأي جهة تسعى إلى إثارة الفتنة بهدف النيل من هيبة الدولة. تجربة 76 ما دايما بقلكن لن تتكرر. عرسال ضيعة لبنانية، ضيعة عزيزة. ما كان عنا هدف انه نعمل منا نهر بارد تاني ابدا، انما عنا هدف انه نجيب اللي قتلوا العسكرية واللي هاجموا الدورية، لو شو ما صار، لا مساومة عليهم ولا نسيان. العسكرية اللي قتلوا العسكر بدهم ينلقطوا ونجيبهم للعدالة. نحنا ما في عنا فقر، في عنا عدالة. أصعب ظروف عم نمرق عليها، عنا فترة لازم نقطعها. الدولة بتضل قايمة إذا أنتوا ضليتوا موحدين. فعاليات باب التباني ترد على رئيس المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد. نحن لن نرد على هذا المسعور في جبل محسين حفاظا على العيش المشترك، ولكن نعلم جميعا للطائفة العلوية جميعا أن اليد التي ستمتد على مدينة طرابلس سنقطعها من شرشيهية وأسيدوها. وكل من يحاول أن يعتدي على أهل السنة في هذه المدينة سنجعله عبرة لمن يعتبر. هذا الذي يسمى برفعت عيد هو أحد هذه المتفجرات المعنوية، وإن كلامه الذي تكلم به بالأمس إنما نتج عن ضوء أخضر من قبل هذا النظام الذي قد ضاق عليه الأمر في سوريا فيريد أن يصدر أزمته. باريس ولندن تعتزمان تزويد المعارضة السورية بالأسلحة و28 قتيلا في اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في حمص. عشية الذكرى الثانية للثورة السورية، قدمت باريس جرعة دعم قوية بعد أن تمنى الرئيس فرانسوا أولاند أن يقرر الأوروبيون رفع الحظر على الأسلحة إلى سوريا. وكان وزير الخارجية لوران فابيوس أعلن قرار فرنسا وبريطانيا تزويد المعارضة السورية بالأسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي. الائتلاف السوري سارع إلى اعتبار القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، في حين اعتبرته دمشق انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وفي سياق آخر، أشاد
أفادت صحيفة صينية بفعالية صواريخ أرجو أنتجت في الصين ونجحت في تدمير مروحيتين عسكريتين سوريتين على الأقل. وفي التطورات الميدانية، سيطر الجيش الحر على الحاجز 14 على الحدود اللبنانية في القصير، وأشار الجيش في بيان إلى قتل عدد من عناصر حزب الله. تم بفضل الله تعالى ومدده تحرير هذا الحاجز واغتنام دبابة T-62 وأكثر من 100 قذيفة وجميع الآليات ودحر عناصر حزب الله وقتل ما لا يقل عن 15 شبيحا. إلى ذلك، قصف الطيران الحربي السوري مناطق عدة في سوريا تزامنا مع اشتباكات في أحياء مختلفة، لسيما باب عمر في حمص وفق المرصد السوري. وفيما تبدو البلاد بحال مأساوية، تظهر هذه المشاهد حال مناطق ريف دمشق حيث يسيطر الدمار وتتواصل الاشتباكات. من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى أن يرفع ملف جرائم الحرب المرتكبة في سوريا من طرفي النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد الإعلان موظفو المصارف نحو الإضراب. اعتصام هيئة التنسيق النقابية ينتقل إلى مرفأ بيروت والزيتوني باي، تقرير لهيثم خوند. لأن 2000 مليار ليرة تهدر سنوياً عن طريق المرفأ وتتبخر بعيداً عن خزينة الدولة، ولأن هذا المبلغ كفيل وحده بتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي طال انتظارها، احتشد المئات من الأساتذة والموظفين في القطاع العام أمام مرفأ بيروت رافعين شعاراتهم المنددة بالفساد والهدر والمطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب. تهب هبة رجل واحد، هي اللحظة التاريخية المناسبة لحتى تساهموا ببناء إدارة نظيفة، إدارة صالحة، إدارة خالية من الفساد، إدارة بدها تحارب الفساد. هذه الإدارة اللي بدها تضرب عقيد كل واحد بده يتهرب من دفع الضرائب والرسوم للخزينة، اللي بدها تمنع التهريب وبدها تحاول السيطرة على الأملاك البحرية والنهرية. من المرفأ توجهوا سيرا على الأقدام إلى منتجع الزيتونة باي، لأن ليس باستطاعتهم العيش على الخبز والزيتون بعد اليوم، فالتعديات على الأملاك البحرية تكلف خزينة الدولة 3000 مليار ليرة، كما يقول حنا غريب الذي اتهم حيتان المال والاقتصاد بالسرقة والفساد، محذرا من عدم بت السلسلة في جلسة 21 من الجاري. من الزيتون باي منقدر نمول السلسلة لموظفي الدولة، منقدر ننصف المتقاعدين، نقدر ننصف المتعاقدين، نقدر ننصف الأجراء، لكن نقدر ننصف الفقراء بهالبلد. هذا البلد البحر، واجهة البحر لفقراء البلد. عملوا تسوية على الأملاك البحرية، افرضوا غرامات على الأملاك البحرية بتمولوا 10 سلاسل. حاجي بقى تتحججوا، مش حنمولها على حساب المتعاقدين، مش حنمولها على حساب أصحاب الدخل المحدود والفقراء. وكانت هيئة التنسيق قامت بعدد من الاعتصامات وقطعت طريق صوفر للمطالبة بإحالة السلسلة إلى مجلس النواب. وفي طرابلس لم يكن المشهد مختلفا، حيث اعتصم العشرات أمام مبنى السرايا وقطعوا الطريق مرددين شعارات مناهضة للحكومة والهيئات الاقتصادية. عرضت نقابة موظفي المصارف في الشمال مراحل المفاوضات بشأن عقد العمل الجماعي والتي وصلت فيه إلى حائط مسدود، ودعت إلى الاعتصام بعد ظهر السبت أمام مصرف لبنان في طرابلس على أن تليه خطوات تصعيدية تعم المناطق وصولا إلى الاعتصام المركزي في بيروت. قبل نصف قرن، في 15 من آذار عام 1963، قضى النائب ورجل الأعمال اللبناني أمين البستاني في حادث تحطم طائرته قبالة مرفأ بيروت من دون أن يعثر على جثمانه، وكان البستاني حينها المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة الجمهورية نهاية عهد اللواء فؤاد شهاب. البستاني استطاع خلال مشواره العصامي الطويل والذي بدأ من الفقر أن يصبح من أبرز الشخصيات في لبنان والشرق الأوسط، حيث نجح في بناء أمبراطورية دولية للإنشاءات النفطية والعمرانية الكبرى في مختلف أنحاء العالم من خلال شركة كات. مسرحية شمس وقمر، لوحات راقصة وأغنيات بين الواقع والحنين.
تم افتتاح مسرحية شمس وقمر على مسرح كازينو لبنان برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ممثلا بوزير الثقافة جابي ليون وحضور فعاليات سياسية اجتماعية وإعلامية. المسرحية هي من بطولة فارس الغناء العربي عاصي الحلاني والنجمة الممثلة نادين الراسي مع نخبة كبيرة من الفنانين وهي من تأليف وجدي شيا وإخراج جهاد الأندري. وتناولت المسرحية موضوع التغييرات السياسية التي يعيشها العالم العربي حاليا. يا شعبي يا كل الناس. ويجسد المطرب عاصي الحلاني دور قمر الذي يقرر أن يثور على استبداد وظلم الحاكم نخوع الذي يجسد دوره الممثل فائق حميسي الذي يحكم بقوة عسكره وبمساعدة زوجته اللعوبة قلوبات التي تجسد دورها الفنانة كارلا بطرس، بينما تجسد الفنانة نادين الراسي دور شمس التي هي حبيبة قمر وتتبنى فكره وثورته. مقتنع جدا بهالعرض خاصة بهالمرحلة اللي مارق فيها الوطن إن كان لبنان والمنطقة. هي نقطة تحول بحياة المهنية، نقطة محورية عطيتها من كل قلبي وربي بكل إيمان وصدق. وتختتم المسرحية بصوت عاصي الحلاني للشاعر أبو القاسم الشابي بعنوان إذا الشعب يوما أراد الحياة. مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تؤهل وتجهز مركز زرعون الاجتماعي في المتن الشمالي. بعدما زارت الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادي مركز زرعون الاجتماعي في المتن الشمالي لإعلان تأهيله وتجهيزه، قام وفد من بلدية زرعون وجمعية سيدات المنطقة برئاسة ابتسام زيد بزيارة نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادي في مكاتب المؤسسة في ساحة رياض الصلح في بيروت، وذلك تقديرا للإنجاز الذي قامت به المؤسسة. المركز يضم قاعتين للنشاطات الاجتماعية، الأولى للنساء والثانية للرجال، ويتسع لألف شخص. هذا المكتب داركم، صار فيه خبز وملح بيناتنا، دار هالطايفة الكريمة، ونعرف قدي كانت أساسية لفكرة تأسيس لبنان. أنتوا بالذات يا سكان المتن اللي أنتوا بتجسدوا هالعيش المشترك من الجهتين، إن كان الطايفة المسيحية وإن كان الطايفة الدرزية، تفاهمتوا وهيدي قوتكم كانت الحقيقة. ولو كل الناس تحتزي بمثلكم وبهالتفاهم اللي عملتوه يمكن لبنان ما وصل له اللي وصلنا له هلا. بس مع الأسف الشديد الأحداث عم تتسارع والأوضاع صعبة، وعلينا نكون أكبر من المصايب، ونحن كمؤسسة الوليد علينا من الخدمة والتواصل ومساعدة الناس على أن تضل بأرضها حيث ما كانت في أقليات من جميع الطوائف. هيدي نحن رسالتنا. وقدم الوفد للوزيرة الصلاح هدايا تذكارية قبل أن يلتقط معها الصور التذكارية. بعد الإعلان الشمع انحكى. في بغداد قتل 18 شخصا وجرح 25 في 3 تفجيرات ضخمة رافقها اقتحام مسلحين مقر وزارة العدل وسط بغداد. وضربت التفجيرات بفارق زمني ضئيل منطقة العلاوي التي تبعد 200 متر عن المنطقة الخضراء الشديدة التحصين. ماذا في سر اليوم؟ تقوم شركات سورية وأجنبية بدفع مبالغ مادية كبيرة لمجموعات مسلحة سورية عبر وسطاء لبنانيين من أجل حماية منشآتها واستثماراتها في سوريا. جولة في متحف الشمع الأشهر في العالم، تقرير إرسلة دكاش. يمكن المكان الوحيد يلي بخلينا نشوف المشاهير والأشخاص يلي صعب كتير أنه نتلاقى فيهم بالحياة هو متحف مدام تيسو. المتحف يلي يعتبر من أشهر متاحف الشمع بالعالم، مقر رئيسي بلندن وعنده فروع بدول أخرى، وتم تسميته نسبة إلى مدام تيسو يلي أسسته. مدام تيسو اسمها أنا ماريا غروشولتز، ولدت عام 1761 بستراسبورغ، توفي والدها قبل ما تولد، وربيت بمنزل طبيب اسمه فيليب كيرتس حيث كانت والدتها مسؤولة عن شؤون المنزل. هالطبيب كان متخصص بفن التعامل مع الشمع وعلمها يلا أنا. أنا مع العمر نمت هالموهبة، وأول تمثال من الشمع صنعته كان لفولتير عام 1777، وخلال الثورة الفرنسية كانت تصنع أقنعة على الضحايا، وكانت تبحث بين الجثث عن الرؤوس المقطوعة يلي بدها تصنع لها الأقنعة. وبعد وفاة الطبيب كيرتس ورثت مجموعة
مجموعته الكبيرة من تماثيل الشمع. عام 1795 تزوجت من فرانسوا توسو وصارت تسافر من بلد للتاني وتعرض مجموعتها، لحد ما عام 1835 استقرت ببيكر ستريت بلندن وفتحت المتحف يلي بيحتوي على تماثيل لشخصيات عالمية بارزة. ويوجد فيه كمان غرفة الرعب يلي بتصور الإجرام يلي صار أثناء الثورة الفرنسية. عام 1842 صنعت مدام توسو تمثال لنفسها موجود اليوم على مدخل المتحف، وهي توفيت هي ونايمة عام 1850. يعتبر هالمتحف اليوم وجهة سياحية بارزة بلندن، وبيمتلك هالمتحف اليوم شركة ميرلين انترتينمنت. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا. لمزيد من الأخبار تابعوا ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، ام تي في لبنان على موقع فيسبوك، وموقعنا mtv.com.lb. إلى اللقاء. إلى اللقاء.